السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع الأغواط، أين يتم حاليا الأشغال لإنجاز مصنع لإنتاج الإسمنت على مستوى ولاية الأغواط؟ إذن هانئا لنا بهذا إذن المشروع الجديد اللي راه قيد الأشغال. وهنا نزيد نأكد حاجة فيما يخص هذه المصانع، هذه المصانع لا يتم يعني التصميم تاعها محليا هنا في الجزائر، والطريقة نقول لكم الطريقة يعني كيف يتم هذا المشاريع. فالمشروع هذا يتم شراؤه كاملا بأجزاء، كما كانوا نجيبوا السيارات مثلا نجيبوهم أجزاء ونركبوهم، نفس الشيء بالنسبة لهذه المركبات لإنتاج إذا الإسمنت، وتأتي من الصين في أغلب الأحيان. يجي المركب كله أجزاء ثم يتم تركيبه يعني بياسة ببياسة، يتركب يعني كما كنا نقولوا بكري سيتان بروجي كليوما، هذا هو مفتاح في اليد، يعني يتم التركيب ديالو وفيه دي غارونتي. اذا دي غارونتي سير 2 ans سير 10 ans سير 100 ans على حسب الاتفاقيه مع الفورنيسور. اذا يتم تركيبه ويتم يعني يديروا لا بيرو ديزيسي سييوه يسيو كيف ينتج الاسمنت هذا. اذا يجي يتركب، ما كانش حتى حاجه يعني مساله دراهم، تخلص دراهم ثم يتم فيه عمليه نتاع تكوين عمال يا اما في الجزائر ولا في الصين مع الـ يعني الشركاء هذو. ويعني مستوى الشراكه هذا يقدر يكتفي الشراكه بعمليه تاع الشراء او الكراء او الشراكه في الانتاج حسب الاتفاقية اللي تتم مع المتعامل الصيني. إذا هذه هي، فالأمر تبقى يعني يقف الأمر هذا على مدى يعني استعداد الجزائريين للمضي في إنتاج هذه المواد يعني الإسمنت ولا مواد أخرى، وكذلك الميزانية المخصصة والكريدي يعني الكريدي اللي ممكن يتحصل عليهم المتعامل الجزائري من البنوك. إذن فهذا هو الأمر، يقف على هذا الأشياء. ثم كذلك لابد من اختيار أماكن وين أين توجد فيه المواد الأولية تكون موجودة ومتوفرة. على أي حال هذا مشروع جيد، والعملية تاع التركيب تاع هذا المصنع على مستوى ولاية الأغواط متواصلة، وإن شاء الله ندخل في الإنتاج ونحقه. الآن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي منذ أكثر من عامين في ميدان إنتاج الإسمنت، وحنا أكثر الجزائر هي في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج تاع الإسمنت بحوالي 20 إلى 24 مليون طن سنويا، ويعني في المرتبة الثانية بعد مصر اللي تعد في المرتبة الأولى في إنتاج الإسمنت. وإحنا يعني حتى ب 24 مليون طن سنويا، فهو يعني إحنا الاحتياجات تاعنا لا تتعدى 18 أو 19 مليون طن، وفيه إمكانية لتصدير هذه المادة إلى إفريقيا وحتى إلى أوروبا. إذا هذا هو. وكذلك عندنا متعامل مهم جدا في ميدان الإسمنت، هو مجمع جيكا اللي يعني عنده يعني الأغلبية الساحقة نتاع المصانع والمركبات لإنتاج الإسمنت في الجزائر. عنده حوالي 8 أو 9 مركبات لإنتاج الإسمنت في عدة ولايات من الوطن، وهو يعني المنتج الاول، ينتج حوالي 60 الى 70% من انتاج تاع الاسمنت مجمع جيكا، والباقي نتاع 30 او 40% ينتجوها متعاملين اخرين، منهم متعامل بسكري في بسكره مع شراكه مع لافارج ومتعاملين اخرين. على كل حال الجزائر تعتبر رائده في انتاج الاسمنت، وكذلك الآن رانا في طريق الإنتاج تاع الحديد، سوف نصبح رائدين ذلك في إنتاج الحديد. إذن هذه زوج مواد استراتيجية هامة جدا في تطوير الاقتصاد الوطني وفي تطوير العمراني لأي دولة في العالم. فالاستهلاك الكبير للحديد والحديد والإسمنت يعتبر عامل من عوامل تطور الحضارات في يومنا هذا. الآن رانا من لأنه علاه
لأنه كنا بكري في العصر الحجري، الآن رانا كان العصر الحديدي العصر الحجري، الآن رانا في العصر الإسمنتي، هذا هو العصر الإسمنتي. إذن اللي يمتلك الإسمنت هو اللي يمتلك وسائل التطوير الحضاري. إذن هذه هي مادة استراتيجية، وإحنا ماذا بنا نستمر في إنتاجها وفي تطوير قدراتنا الإنتاجية في هذا العنصرين الحديد والإسمنت. إذن نترككم، نكتفي بهذا القدر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.